هذا المقتطف من خطاب الملك محمد السادس عن السياسة الإدماجية التي نهجها المغرب فيما يتعلق بالمهاجرين الأفارقة. نتابع ونعود. فالاهتمام الذي نعطيه لتحسين ظروفه في وطنه ونفسه الذي يحظى به المهاجرون الأفارقة في المغرب خلافا لما يعانونه في العديد من مناطق العالم. شعبي العزيز، يعد المغرب من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم. وتفعيلا لهذه السياسة، قامت بلادنا دون تكبر أو استعلاء ودون تأخير أو تمييز بتسوية وضعيات المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع. وهذا ليس بغريب عن المغاربة في تعاملهم مع ضيوفهم، فخصال الكرم والترحيب وحسن الاستقبال متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة. وبطبيعة الحال فإخواننا الأفارقة يواجهون بعض الصعوبات بالمغرب، ولكنها لا ترتبط باللون أو الجنسية التي يحملونها أو بوضعهم كمهاجرين، كما أنهم يتمتعون أيضا بنفس الحقوق. أستاذ منار السليمي، هذه السياسة التي نهجها المغرب والتي تميز بها لنقلها صراحة في محيط الإقليمي في دول جنوب الضفة المتوسطية، لعله الوحيد الذي تبنى مثل هذه السياسة والتي آتت ثمارها، إلى أي مدى هذه السياسة اليوم يمكن أن تكون نموذج تحذوه دول مجاورة؟ دولة إفريقية التي هي المغرب وضعت المهاجر في صلب سياستها العمومية، سياسة إدماجية للمواطن الإفريقي. كانت هناك العديد من الدول التي تنقل المهاجرين الأفارقة وتضعهم في الحدود المغربية أو أنهم تتركهم يموتون في الطريق. المغرب استوعب هؤلاء الأفارقة، وضع سياسة، وسنلاحظ مثلا في كل التراب المغربي أنهم يعيشون حياة عادية. هناك من يشتغل، وهناك من أصبح له دخل، وهناك من أصبح له أبناء. هذه تجربة غير موجودة في إفريقيا، بل أكثر من ذلك أن العديد من الدول الأوروبية باتت تطلب المغرب، بمعنى تطلب هذا النموذج على مستوى الإدماج. لهذا المغرب موجود في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية ويدافع عن مقاربته مع الأوروبيين. هذا نموذج رائد موجود في منطقة إفريقيا وفي منطقة المحيط المتوسط.